النهارده هضرب مثل مثلا بمعانا سعادة سفير كازاخستان. كازاخستان في أقل من كام سنة سعادة سفير، هو يتكلم عربي كويس، في عدة سنوات أصبحت كازاخستان من أهم الدول اللي بتصدر سياحة لجمهورية مصر العربية. عندنا إيطاليا مثلا، إيطاليا من الدول اللي يعني بتتعاون معانا الحقيقة بشكل كبير جدا، ليس فقط في مجال السياحة، إنما عايز أقول لكم في مجال الآثار في تعاون يعني أنا سعيد بيه جدا، ويعني أتمنى إن هو يتطور مع الوقت. وكان في معالي وزير الثقافة الإيطالي، اجتمعنا مع بعض من يومين، تعاون مثمر جدا وبناء واحترام متبادل وتقدير عالي جدا لما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة في مجال السياحة. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر السادة السفراء ورؤساء البعثات وممثلي البعثات اللي رافقونا النهارده. أنا عارف إنه في أجازات، وشهر أغسطس ده شهر الأجازات، وعارف إن كان في بعض التحديات الأخرى، إنما بشكر حضراتكم، وهيكون عندنا لسه زيارات لضيوف مهمين آخرين. بشكركم على الوقت اللي أنتوا جيتوه علشان تدعموا فكرة العالمين ورؤية العالمين والسياحة اللي موجودة في العالمين. وإن شاء الله دايما نلتقي في مصر وهي تتطور وهي تنمو وهي تحقق الرؤية المرسومة ليها، ونحس بالسعادة، لأن أهم حاجة النهاردة إن احنا نكون سعداء بهذا المكان. وعلى فكرة في نقطة أخيرة أنا عايز أقولها، فكرة إن العالمين هي، أنا عملت دراسة قبل ما مسافر على أسعار الفنادق وتنوع الفنادق. العالمين على فكرة تصلح لجميع فئات الشعب، إنما يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينة أو في شرائح معينة ممكن تكون كبيرة أو صغيرة، إنما لما شفت الأسعار الحقيقية اللي اتباعت بيها الأوض، وشفت التنوع اللي موجود في منطقة العلمين والساحل الشمالي من ناحية الشقق الفندقية والشقق اللي هي اللي بنسميها الشورت رنت، اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايتس لمدة يومين أو ثلاثة وخلافه، في تنوع كبير جدا من ناحية السعر في العالمين والمنطقة المحيطة بها في الساحل الشمالي. فأرجو أن لا نستمع لهذا الكلام زي أي دولة في العالم، نبص على جنوب فرنسا، نبص على جنوب إيطاليا، نبص على كل دول العالم فيها أماكن يعني مخصصة أو بتكون غالية ما بيقدرش يروحها غير فئة معينة، إنما في أماكن أخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجودة من الشعب أو من الزائرين. فهي عايزة شوية بحث شوية بس، وإنه الواحد ما يقولش إنه لا أنا مش هلاقي حاجة، ويبحث شوية هيلاقي وهيقدر يستمتع بالعلمين والساحل الشمالي بشكل أو بآخر.